تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا من معالي الجنرال برايت شان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة، حيث تم فيه استعراض مسار العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند وآليات دعم التعاون والتنسيق الثنائي بينهما في مختلف المجالات. وأعرب صاحب السمو الملكي عن الاعتزاز بما تبديه حكومة تايلاند من حرص على تطوير التنسيق الثنائي بين البلدين على كافة الصعد بما يخدم مصالح البلدين المشتركة. وقد أعرب معالي رئيس وزراء تايلاند عن اعتزاز بلاده وتقديرها للدور الذي يطلع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بمجالات التعاون بينهما.